الأهلي المضيف هدفه الفوز ولا شيء غيره، أما الهلال فيلعب بفرصتي الفوز والتعادل. الفوز سيعوض جماهير الموج الأزرق عن الخيبة الآسيوية وسينقذ موسمهم بالحفاظ على لقب الدوري، أما الأهلي فيتمسك بحظوظه إلى آخر لحظة. مع الدقيقة 20 اشتعلت المباراة والقائم يضاعف الإثارة بعد أن رفض كرة ميليسي. عمر السومة يبحث عن لقب الهداف للموسم الرابع على التوالي، لكن الحبسي في الموعد والقائم يزيد المباراة اشتعالا. يا إلهي الله على الكرة. شوط أول مفتوح وكل فريق يؤمن بقدرته على الخروج بالنقاط الثلاث رغم الغيابات العديدة. لمن ستكون الغلبة؟ لأفضل هجوم في الدوري إلى حد الآن أم لأقوى دفاع؟ وتقدم الدقائق يؤجل موعد الجواب الشافي الذي ينتظره الجميع. كل شيء كان حاضرا، روح قتالية عالية ومهارات وتألق حراس، إلا الأهداف غابت وكأن مباراة الحسم ترفض البوح بأسرارها مبكرا لتشدنا إلى نهايتها. آخر كرة في الشوط الأول، البريك يلعبها لكنها بعيدة ومعها صافرة سفن. في الشوط الثاني بدا واضحا أن الضغط النفسي هو الحاضر الأبرز وتحديات الهلال تتضاعف بإصابة عبد اللطيف، وكأننا بالمباراة تتجه للتعادل الذي يرجح الكفة الزرقاء. والمشهد الذي تكرر كثيرا هو الحسرة على وجوه المهاجمين والتفوق الواضح لحراس المرمى. مدرب حامل اللقب استعان بورقة عمر خربين أملا في الهدف القاتل، أما عمر السومة ففقد الكثير من حسه التهديفي بعد عودته من الإصابة. ريبيروف لاحظ أن السومة حاضر غائب فقرر تغييره بمهند عسيري، وهنا فقد عمر السومة السيطرة على أعصابه وغادر غاضبا. بعد السومة خرج تيسير الجاسم ودخل فيتفا، لكن لا تغيير في النتيجة. وكأننا بالشوط الأول استنزف طاقة اللاعبين ولياقتهم فتراجع أداؤهم، وكان التركيز على الخروج بأخف الأضرار، فالخطأ سيعني ضياع موسم طويل شاق. الهلال أضاع فرصا للحسم في دقائق المباراة الأخيرة، لكنه حافظ على مصيره بيده، أما الأهلي فأضاع فرصة من الصعب أن تتكرر. كانو بكى وتحسر على إضاعته فرصة الاحتفال المبكر والإطمئنان، وزملاؤه يواسونه رغم صعوبة التحدي الأخير أمام الفتح. أما بقاء ريبيروف مع الأهلي فبات مهددا ومرتبطا بما سيعده فتح جبال للهلال الخميس المقبل. حمدي قردبو.